شوف السيد وهدان السيد المتحدث الإعلامي لمحافظة البحيرة. مساء الخير يا فندم. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا فندم. دلوقتي عندنا ضحايا وفي جثث، الناس عايزة تستلم جثث ولادها. في جثة زي محمد جمال طلعت على الشط، اتعرفوا عليها وكان معاها شهادة ميلاد، مش عارفين هي راحت فين. الو، ايوه يا فندم، حضرتك سامعني؟ ايوه سامعك يا فندم، سامعك يا فندم. طيب جثة مثلا محمد جمال ده اللي كان موجود على الشط وتعرفوا عليه ومفروض سيارة الإسعاف نقلته المكان، أهاليه دوروا في كل المستشفيات مش لاقيينه. حضرتك أولا هو بس مشكورا، يتفضل بكرة موجود في مجلس نيابة رشيد باستمرار، فإن شاء الله بكرة إن احنا نستقبل. بس هو طبعا مؤكد إن الجثة ديت راحت مكان تاني ولم تسجل، لأن عندي معظم الجثث مجهول الهوية. يمكن النهارده الوقت احنا خلصنا شغل حوالي الساعة 8، سكنا مجموعة الجثث، فإن شاء الله بكرة في لجنة نيابة رشيد يتفضل حد أنا موجود هناك باستمرار، إن شاء الله بإذن الله هنجيب له الجثة، لأن احنا عندنا دلوقتي في مجموعات موجودة في قصر الدوار، في مجموعات في قصر الشيخ، في مجموعات في ثلاث جثث في اسكندرية، في عند الدمنهور، فإن شاء الله بإذن الله التنسيق مع الدكتور محمد حمص، احنا موجودين باستمرار، وكان خلصنا الشغل الساعة 8 النهاردة، فهو سيادته أي حد يجي لي في مجلس نيابة رشيد الصبح باذن الله هنجيب له جثه. يعني يا استاذ وهدان اجل حضرتك فين يا استاذ وهدان؟ مجلس مدينه رشيد ان شاء الله. مجلس مدينه رشيد؟ ايوه موجود فيها، كنت موجود طول اليوم موجود النهارده. ماشي يا بيه، ماشي. ايه حكايه الجثث اللي حضرتك بتقول لي ان هي مجهوله الهويه؟ بص حضرتك طبعا اللي بيخش معظم الجثث النهارده كان طبعا احنا استخرجنا في اليومين 162 جثه، اليوم بالذات كان في 107 جثه، فطبعا بيبدا هنا لو في اهالي موجودين بيتعرف على الجثه، طب مش موجود بتخش المستشفى على انها مجهوله لان ما عادش اي ورق ليها لغايه ما يجيلها. مجهوله يعني مش اسم ليها لكن مش ملامحها واضحه، يمكن عليها يتعرفوا عليها. عايز اسالك، مش معروف مين بتاعت مين، ما عادش عايز اقول للخبرات خدت جثث ممكن بتساعدهم. طب احنا عايزين نسال سؤال عشان الطرح، ايه حكايه ان هو الجثث على الشط بتتسلم من الاسعاف للمستشفيات على طول ولا بتمر على المخابرات الاول عشان ما حد من الاهالي بيقول كده؟ لا بص بيجوا من البحر، مكتب المخابرات موجود بيبدا يسجلوا عنده بارقام معينه ويستلم المرفق الاسعاف، مرفق الاسعاف يبدا يوزعه على المستشفيات. بيتكتب اسمه بس عند المخابرات لكن ما بتستلمش جثث، هتستلم جثث ليه المخابرات؟ لا موجوده حضرتك، هم اللي بيوجود مكتب المخابرات. لا اصل انا بس عايز اقول لك عشان تقتنع بالمنطق، المخابرات هتاخد جثث ليه وتسيب جثث ثانيه؟ يعني اكيد في الاسعاف، الاسعاف خدتها نقلتها مستشفى. الاسعاف ودته مستشفى فين؟ هو ده السؤال. طب احنا لفينا مستشفيات المحافظات. طب هم كلموا الاهالي دول، كلموا كل المستشفيات قالوا لهم ابنكم مش موجود محمد جمال؟ لا لا اكيد ان شاء الله، بقول لحضرتك بكره ان شاء الله في مداخله ثانيه هطمن سيادتك جميع الجثث موجود. طب وبكره ليه يا استاذ وهدان ما تكلمني دلوقتي المستشفيات تقول لي الجثه دي موجوده ولا لا؟ ما هو بص حضرتك مش مشكله ان الجثه موجوده، عايز حد يتعرف عليها. ايه فندم؟ ممكن الجثه نفسها بتبقى موجوده مثلا في كفر الدوار. ما معهاش اي زيت شخصي. احنا كفر الدوار. لازم حد من زاويه. ما راحوا يا فندم. راحوا يا فندم. وقتال بارود. رحنا كل ده يا استاذ وهدان. مش لاقيين الجثه. روح فين؟ رحنا يا باشا مطوبس وكفر الدوار. نعم. ورحنا رشيد. نعم. لا ايه عندي إيه؟ احنا اللي رحنا وشفنا انت ده، احنا اهل الميت ورحنا فتحنا الثلاجات مش لاقيينه. لا لا ان شاء الله تعالى بكره رشيد باذن الله، لان عندي ابو حمص. يا استاذ وهدان بكره ايه يعني؟ انا بس هو بكره ده يعني حضرتك دلوقتي قاعد في مكتبك، اعمل اتصالاتك بالمستشفيات كلها التابعه ليكم اللي الاسعاف بينقل فيها. هو مش مستوعب ان الاهالي كلها دمها محروق. يا فندم هو المشكله ان هو ممكن يكون موجود في مكان مش مسجل فيه اي بيانات. يا فندم ده كان معاه شهاده ميلاده ولقوه على البحر على الشط. مع الجثه نفسها. استغفر الله. ايوه يا فندم وفقا لروايه احد. ايوه يا استاذ وهدان كان معاه شهاده ميلاد وحطوا له رقم وادوا له رقم وقالوا لنا رقمه كذا. وهيروح مستشفى رشيد على ما نطلع ابن عمه. طلعنا ابن عمه العاصر. طب اللي طلعناه العصر عارفين ان التاني في المستشفى نروح ما نلاقيهوش. لما توجهت الاسعاف الى مستشفى الكلام تتم صرفه لمستشفى اخرى. طيب هو في كل الاحوال هاجي لحضرتك بكره يا استاذ وهدان، لو وارجو ان حضرتك تجري اتصالاتك دلوقتي عشان يبقى في بيان خاص باسماء كل الجثث اللي موجوده، وهل منهم الجثه اللي هي اول جثه محمد جمال دنيا. محمد جمال دنيا ممكن تاخد الاسم عندك يا استاذ وهدان؟ تليفونك يا فندم. محمد جمال دنيا. طب رقم الجثة كام يا فندم؟ رقم الجثة عليها كام؟
مش عارفها يا استاذ. طيب خلاص ماشي. كانوا هناك ماشي. انا ما اعرفش رقمها كام. ماشي يا بيه. طيب هنشوف هنتابع. الاستاذ محمد ده استاذ وهدان. استاذ وهدان ده لو ابن حضرته او اي حد قريبه هيقوله تعالى بكره. ما انا قلت له دلوقتي يجري اتصالات ده هو الجثث طلع يعتبر لو ما اندفنتش النهارده دي او غيره خلاص معلوم مطروح. خلاص ما هي الجثه اتشوهت بقى خالص من البايه. ده ميه مالحه وتشوهات والله اعلم السمك كل منهم ايه وساب ايه.